بكم مع جولة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين 14 من نوفمبر 2016، ونبدأ بقراءة العناوين من صحيفة الوطن. الملك يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز. رفع وثيقة الاتحاد إلى القمة الخليجية بالبحرين. خالد بن أحمد: الاتحاد الخليجي هدف منشود لدى الجميع. طرح أول صندوق عقاري لبنك الإسكان في البورصة في 22 من نوفمبر. سنة و500 دينار عقوبة رفع علم البحرين على السفن دون تسجيل. ومن صحيفة الوسط نقرأ: العاهل يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز. شؤون الزراعة: فشل إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية منذ 10 أعوام. الشوريون يرفضون مشروعا يقيد نسبة توظيف المعاقين في الحكومة. إيرادات ألبا تسجل زيادة سنوية بنسبة 65% للربع الثالث من 2016. ومن صحيفة الأيام نقرأ العناوين التالية: قدم تعازيه لخادم الحرمين في الرياض الملك، يشيد بمناقب الفقيد الأمير تركي. محظوظون بقيادة الملك وبهذا الشعب الحامي للمسيرة، رئيس الوزراء: الاتحاد الخليجي يحقق مصالحنا. رفع قانون بتجريم مستغلي السوشيال ميديا في الانحراف الأخلاقي، الشورى يرفض تخصيص 2% من الوظائف للمعاقين. خلال 9 أشهر 92 مليون دولار صافي إيرادات ألبا. وإلى صحيفة البلاد: خادم الحرمين يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع البحرين. العاهل: إسهامات تركي بن عبد العزيز كبيرة في نهضة السعودية. الاتحاد أولوية للحفاظ على مصالح المنظومة الخليجية، رئيس الوزراء: شعبنا الدرع الواقي لحماية البحرين. المثيرة للغريزة أو المشجعة على الجريمة أو الانحراف، مقاطع أطفال السوشيال ميديا ممنوعة. أما صحيفة أخبار الخليج: رئيس الوزراء يؤكد الاتحاد الخليجي أول ما يحافظ على مصالحنا. نجحت الجامعات الخاصة في تثبيت أقدامها وحظيت بالاعتراف الدولي. سموه يشيد بكفاءة العنصر البحريني وحرصه على الاستزادة العلمية. سمو الشيخ ناصر: المقيمون بالبحرين هم سفراؤنا الفعليون الذين يسارعون إلى التحدث بالحقيقة عن المملكة. مؤتمر مستقبل ومصير يقرر رفع وثيقة قيام الاتحاد الخليجي إلى القمة الخليجية المقبلة، تدريس منهج الوحدة الخليجية في جامعات دول التعاون. ديوان الخدمة المدنية يراجع إجراءات الحصول على جميع خدمات الحكومة تمهيداً لتقليصها. في تصريح خاص لصحيفة الأيام، قال وزير الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا إن الهيئة بدأت دراسة واقع المملكة من حيث وفرة إمكانيات طاقات الشمس والرياح، حيث تم اعتماد موقع لإنشاء هذا المشروع في الأرض الواقعة جنوب محطة الدور لتحلية مياه البحر. وذكر أن الشركة شركة نفط البحرين بابكو، وبالتنسيق مع هيئة النفط والغاز، قد انتهت من مشروع مستقل للطاقة الشمسية قبل 4 سنوات بسعة إجمالية قدرها 5 ميجاوات موزعة على 3 مواقع لإنتاج الكهرباء في مدينة عوالي.
وقالت صحيفة أخبار الخليج أن آخر إحصائية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سجلت تجاوز عدد المستخدمين الجدد الذين سجلوا في نظام المفتاح الإلكتروني ب 53 ألف مستخدم من مواطنين ومقيمين ومستثمرين خليجيين منذ بداية العام حتى مطلع الشهر الجاري، ليصل العدد الكلي للمسجلين ضمن النظام 143 ألف مستخدم. نشرت صحيفة الوطن تفاصيل تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية، أكد خلاله ارتفاع عدد زوار المملكة بين الربع الأول والربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3%، متوقعاً أن يحقق القطاع السياحي نمواً سنوياً بمعدل 7.3%. أوضح التقرير أن من أهم عوامل نمو القطاع حزمة المشروعات الاستثمارية التي بلغت قيمتها ملياري دولار. لفتت صحيفة البلاد إلى أن مملكة البحرين فازت بمقعد رئاسة المؤتمر الدولي العاشر للفنون الشعبية للسنوات من 2017 إلى 2020، وتم اعتماد المنامة مقراً رئاسياً للمنظمة. وقالت الصحيفة إن هذا الاختيار تم بعد جهد بحثي ونقاشي في إيطاليا بمشاركة ممثلي 136 دولة من أعضاء المنظمة الدولية للفن الشعبي. تناولت صحيفة الوسط موضوع رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد تقييد نسبة توظيف ذوي الإعاقة، وقد تم رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو المشروع الذي يقيد المؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على 50% من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها. ونشرت صحيفة الأيام أن إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم تنظم يوماً رياضي لذوي الإعاقة للمرحلة الابتدائية للبنات بمشاركة ما يقارب من 180 طالبة وبمشاركة مختلف مدارس المرحلة الابتدائية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية بهدف التغلب على الإعاقة وكسب الثقة والاعتماد على أنفسهم والاندماج في المجتمع لأداء دورهم في الحياة كمواطنين منتجين. أشارت صحيفة أخبار الخليج أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الثانية انطلقت بمضاعفة قيمتها النقدية لتصل إلى 40,000 دينار، موزعة على 3 محاور تشمل أفضل مشروع زراعي وأفضل مزارع بحريني وأفضل الدراسات والبحوث الزراعية، فيما تأتي الجائزة بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لخلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين وتشجيع الباحثين في هذا المجال. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن مجلس الشورى وافق في جلسته أمس على تمرير العقوبات الواردة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث أقر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.
أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى أنه تم إخطار أصحاب الفرشات لبيع الفواكه والخضروات والسمك في مدينة عيسى للمرة الثانية وبشكل نهائي من بلدية الجنوبية بإزالة فرشاتهم من أماكن وجودهم في الوقت الحالي بعد إخطارهم بذلك الأسبوع الماضي. تحت عنوان أمن الخليج في مواجهة الإرهاب، كتب عبد الله الأيوبي مقالة في صحيفة أخبار الخليج تحدث فيها عن التمرين الخليجي المشترك الأول الذي يقام على أرض مملكة البحرين تحت عنوان أمن الخليج العربي واحد. وأشار الكاتب إلى أن هذا التمرين يأتي في ظروف في غاية الأهمية، حيث تتعرض المنطقة والعديد من دول الإقليم بشكل عام لموجة عارمة من الإرهاب. وقال الكاتب إن الجماعات الإرهابية لم تعد أفراداً يتحركون داخل حدود جغرافية محدودة أو محصورة في حدود هذه الدولة أو تلك، وإنما أصبح الإرهاب في السنوات الأخيرة ظاهرة عابرة للحدود. هذه الجماعات استطاعت اختراق كل الحواجز الاستخباراتية وتنفيذ الجرائم الإرهابية الدموية، كما حدث مثلاً في فرنسا وبلجيكا العام الماضي وما تكرر في أكثر من بلد أيضا. وأكد الكاتب على أنه في مواجهة هذا التطور الخطير في الأنشطة الإرهابية لا بد من رفع وتيرة التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الخليجية للحيلولة دون تمكن الإرهابيين من استهداف واستقرار وأمن شعوب دول مجلس التعاون. ونختتم جولتنا للصحف مع الكاريكاتير من صحيفة الوطن وصحيفة البلاد وأخبار الخليج. كانت هذه جولتنا في الصحف المحلية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.